ده واحد من الأماكن الجميلة اللي بتعمل قهوة حلوة، قهوة تركي واسبريسو، وأنا بحب أجي أشرب كل يوم هنا الصبح اسبريسو. تعالوا نشوف المكان عامل إزاي. ده واحد من أهم الشوارع الموجودة هنا في تبليسي، اسمه شارع أغنى شنابلي أو شارع العربي. ده واحد من الأماكن المفضلة بالنسبة لي، كل يوم وأنا رايح الشغل لازم أعدي عليهم أشرب قهوة تركي أو إسبريسو. المكان ده اسمه صابوري، المكان ده تركي، عندهم أكلات وحلويات تركية، وطبعا الأتراك مشهورين على مستوى العالم بجودة أكلهم، والناس كلها بتحب الأكل بتاعهم. تعالوا نشوف المكان ده ونصور كل حاجة موجودة عندهم، عشان لو جيت جورجيا في مرة لازم تعدي وتجرب الأكل بتاعهم أو الحلويات والقهوة عندهم، مفيش بعد كده. المكان حلو ورايق وقعدته جميلة ومش غالي، وعندهم فرعين، فرع في نص الشارع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وفرع في أول شارع العرب. ممكن تدخل على جوجل وتعمل سيرش وهيطلع لك العنوان بالظبط. الأتراك طبعا مسيطرين في كل حتة، مش محتاجة كلام، وهم يستاهلوا الصراحة لأن هم بيشتغلوا بجد وبيعملوا كل حاجة بحب.